لها نورهان. معانا نورهان. الو الو، مساء انيسه الخير. نورهان، مساء الخير. ازيك يا شيف فروه؟ اهلا وسهلا انيسه نورهان، ازيك؟ انت منورانا بتليفونك النهارده، عندنا مكالمتين من الاسماعيليه، دي حاجه يعني جميله جدا. ازاي حضرتك؟ الو انيسه نورهان حبيبتي، حاولي تتصلي بينا تاني، هستناكي. احنا استاذ محمد. الو الو الو، استاذ محمد مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ الله يخليك، انت منورنا، انا سعيده بتليفونك. ربنا يخليك يا رب. حضرتك بتكلمنا من بورسعيد؟ اه طبعا. يا سلام، النهارده مدن القناه منوره ست ستات، انا سعيده جدا بمكالماتكم استاذ محمد. ربنا يخليك يا رب. متشكر. الله يخليك، ما عندكش لينا بقى اي سؤال؟ اه. الو استاذ محمد، تقريبا الخط اتقطع، انا هستناك تكلمني تاني، وهستنى الانسه نورهان تكلمني تاني. انا هبتدي اعجن معاكم الكيك علشان نشوف مقادير عجن الكيك ازاي. انا برضو بحب جدا اشتغل بالمضرب اليدوي علشان سهل وبسيط، والناس كلها ايه تبقى ايه عارفه معانا. انا برضو تاني هنا هعمل الاول، اول حاجه هعملها المكونات السائله بتاعتي، احط البيض زي ما احنا شايفين كده واحده واحده. تاني برضو مش عايزه اكرر نفسي، بس حاجه مهمه جدا ان احنا نتاكد ان البيض بتاعنا سليم. بسم الله، ده اهو البيض بتاعنا سليم، ما فيهوش اي مشكله، كله صح. لا تضع البيض كله في سلة واحدة زي ما بيقولوا. اوكي، هنشوف البيض كده اهو، تمام. طبعا البيض اول ما نحط البيض طبعا بدون تفكير هنحط معاه الفانيليا بتاعتنا، وهنبتدي نضربه. بعد ما نضرب البيض، احنا اهو هنضرب البيض مع بعض. معلش بقى بستاذنكم، والخلاط صوته عالي شوية. هضربه كده زي ما احنا شايفين. سر نجاح اي كيكه من انت تضربي البيض كويس جدا، اهم حتى من ان احنا نحط بيكنج باودر. لو البيض اتضرب كويس جدا الكيكه هتعلى معاكي وهتبقى هشه جدا. وحاجه جميله كمان برضو بنعملها في الكيك بشكل عام، ان احنا بنضرب كل المواد السائله مع بعض، وبعد كده نبتدي نحط الدقيق والمواد الصلبه. احنا شايفين كده، انا اسفه جدا صوت الميكسر عالي. هقول لكم تاني، انا بضرب البيض اهو زي ما انتم شايفين، البيض والفانيليا. شكرا شكرا سيد. البيض والفانيليا، وبعدين هروح حاطه كوبايه ونص السكر بتوعي ده اهو، تمام. هضربها ده اهو زي ما احنا قلنا، الضرب بيض والسكر مهمين جدا 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 عشان تبقى هشه وجميله الكيكه بتاعتي. انا بنضربها اهو، نضربها كويس زي ما احنا شايفين. ده هنضربها كويس، هتبقى حتى ايه هشه وكريمي. يعني احنا اكيد الكاميرا موضحه لنا ان العجينه هشه وكريمي، وكل ما نضربها بالمضرب اكتر كل ما تدينا نتيجه وتعلى بصوره افضل، وتدينا نتيجه عاليه جدا في الكيك بتاعنا زي ما احنا شايفين اهو كده. احنا حطينا السكر وحطينا الدقيق، سوري، وحطينا السكر والبيض. هبتدي بدقيق، حاجه مهمه جدا ارجوكي ارجوكي، حاجتين لازم تنخلي الدقيق، علشان نخل الدقيق ده بيخليه يعني خفيف كده ويخش له الهواء وما يكونش فيه اي كلاكيع. انا بحب جدا انخل الدقيق، وهنزله اهي، هنزله واحده واحده على البيض والسكر بتاعي، تمام. بس ثواني بقى، معلش انا نسيت اهو، معلش انا هحط الزيت وهضرب تاني تلات ارباع كوباية زيت، وهضرب تاني. ده حطينا البيض والسكر والزيت والفانيليا، هنضربهم كويس قوي في بعض لحد ما تبقى عجينة هشة كده زي ما احنا شايفين. تمام كده اهو، عجينة هشة. اوكي، هبتدي احط واحده واحده الدقيق المنخول بتاعنا، مش هحطه مره واحده، هحطه مثلا على مرحلتين زي ما احنا شايفين كده، وهحط معاه البيكنج صودا او بيكربونات الصودا نص معلقه، ومعلقه بيكنج باودر، ومعلقه القرفه بتاعتنا ده اهو، تمام. وهنبتدي نضرب تاني زي ما احنا شايفين.
قد ايه القرفه جميله ومفيده وريحتها حلوه جدا بتخلي الكيكه طعمها حلو جدا. انا بس عايزه اقول لك حاجه، ما تقوليش لاولادك الصغيرين قبل ما ياكلوا الكيكه دي انها كيكه جزر، لانه ممكن يحسوا ان الموضوع صعب. انت اعمليها بالجزر وخليهم يدوقوها، هتعجبهم جدا. يعني احنا بنديهم غذاء مهم ومفيد جدا ليهم، بس ساعات ممكن ايه في طفل يقول لك ايه ده مامي مش هاكل انا كيكه الجزر، بس انت اعملي كده وخليه يدوقها الاول، هتعجبه جدا جدا. هنكمل بقيه مقدار الدقيق بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. طبعا احنا ايوه احنا نضحك عليهم، يعني هو مامي دي انت عامله كيكه ايه؟ كيكه فراوله. اوكي يا حبيبي دي كيكه فراوله، المهم انك تاكلها وتتغذى يعني. احنا نعملك اللي انت عايزه. تمام، احنا شفنا العجينه ما تقلقيش هتبتدي تتقل معانا، لان احنا زي المفروض في العادي في الكيكات العاديه نحط مثلا زبادي او نحط لبن، احنا بقى بدل الزبادي واللبن ده احنا هنحط كوبايتين جزر. في ناس تحب في العجن عموما يحطوا مثلا كوبايه من عين الجمل، حسب برضو الظروف وحسب الحاله اللي انت هتقدري تعمليها، لان عين الجمل والحاجات دي بقت غاليه جدا، فانا ما حطيتش في قلبها عين جمل، انا اكتفيت بس بحفنه صغيره من عين الجمل ان احنا نحطها في الاخر. تمام، حته صغيره من انا بسرعه اهو هعمل معاكم انا. تمام، انا هحط معاكم كده زي ما انا بقى في الاخر خلاص شلت ايدي خالص من المضرب وحطيت الجزر زي ما انتم شايفين كده، وبعجينه زي ما انتم شايفين. سيبنا استنى ممكن بقى نشيل المضرب خلاص مش هنحتاجه دلوقتي، عشان احنا هنعمل الكريم تشيز بتاعنا في العجان. تمام، استاذ محمد من بورسعيد رجعت لنا تاني، اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك امون يا استاذ محمد، معلش الخط فصل عليك في الاول، اتفضل. لا لا ولا يهمك، كنت عايز استفسر بس عن طريقه عمل ام علي. طب ده ام علي جميله جدا، شوف يعني دي من اكتر الحاجات الجميله. بص ام علي ممكن برضو هقول لك بسرعه كده وانا بنزل الكيك في القارب، طبعا احنا زي ما شفنا بقى الاول. حضرتك اللي مالكش اي سؤال تاني يا استاذ محمد؟ لا ربنا يخليك يا رب. انت منورنا باتصالك ونحبك دايما تكون متابع معانا. احنا زي ما احنا شايفين كده انا ما بحبش امله الكيكه لحد اخر القارب بتاعي ده، قارب سيليكون انا شغال عليه، وتاكدي ان النوع السيليكون يكون كويس عشان يكون مفيد وما يكونش مضر بالصحه، لان لو السيليكون مكانه او نوعه مش معروف خطر جدا جدا على الصحه. بحطها على البيكنج تراي او على الصينيه اللي بنخبز عليها، لان السيليكون بيبقى زي ما انتم شايفين كده طري، بملاها تلتين وبدخلها الفرن، بتاخد معايا في الفرن 45 دقيقه. انا هستاذنكم هحطها في الفرن. اوكي احنا انا هنا ما حطيتش الزبيب، معلش انا ما حطيتش الزبيب بس مش مشكله ممكن نستعيد عنه. انا بس هقول حاجه بسرعه، انت لما تحطي كوبايه الزبيب او نص كوبايه الزبيب بتاعك حطي عليها نص معلقه دقيق، وبعدين رشيها على وش الكيكه. في ناس ما بتحبش الزبيب، رشيها على وش الكيكه. الحقيقه انا ما حطيتش الزبيب عشان الناس هنا قالوا لي احنا مش عايزين زبيب، فانا قلت ايه انا هقول لكم احنا هنعمل ايه. نص معلقه دقيق صغيره نرشها على الزبيب ونحطها على وش الكيكه زي ما احنا شايفين، وندخلها الفرن بسرعه معاكم. هعمل عجينه او هعمل الكريم تشيز بتاعتنا. تمام، عجين هنا كده. انا هجيب اول حاجه هجيبها الجبنه الكريم بتاعتي، الجبنه الكريم بتاعتي. سيد من فضلك عايزه سباتشولا ومعلقه. تمام، هاخدي احنا ايه معانا هنا، هحط الجبنه الكريم بتاعتنا. تمام، وهحط معاها تاني برضو حاجه لازم نهتم بيها جدا، السكر البودره. سكر البودره لازم يبقى منخول عشان ما يعملش مننا كلاكيع. تمام، سكر البودره هعجنهم هنا كده. تمام، شغلها منين يا سيد؟ معلش من فضلك، اهو من جنب اهو. تمام، وهنخليها تتعجن. انا عايزه سيد، عايزه من فضلك نص كوبايه لبن. مدام عواطف، الو معانا، اهلا مدام عواطف. ايوه مساء الخير. مساء النور يا فندم، ازاي حضرتك؟ من فضلك انا عايزه اعرف بس اللي هو الجزر اللي حضرتك حطيتيه ده مش فيه ملبة سكريات مع السكر ولا ايه؟ بصي انا حاطه كوبايه ونص سكر، وانا حاطه كوبايه ونص سكر، يعني احنا في العادي بنحط ساعات كوبايتين، لكن علشان الجزر فيه سكر انا مقلله وعامله كوبايه ونص سكر مع كوبايتين الجزر بس. كل السكريات اللي موجوده في الجزر دي طبيعيه، مش زي السكر المعمول، السكر اللي احنا بناكله قصب السكر وقصب البنجر، فالموضوع ما بيبقاش عالي خالص، حتى في مذاقها ما بتبقاش لاذعه. الو
شكرا جزيلا. شكرا مدام عتاب. احنا زي ما احنا شايفين كده بنضرب الكريم، وهنحط الكريم شانتيه بتاعنا لو مش جاهز او مش كريمه لباني، انا عادي بعمل اهو كريم شانتيه بودره، كوبايه الكريم شانتيه البودره بنحط عليها كوبايه لبن. تمام، انا هحطها كده معاها كوبايه اللبن، تتعجن في العجان. تمام، نعجنها كده دقيقه، استاذنك السيد. ايوه، وبحط معاها زي ما انا قلت نص معلقه ليمون، تديها طعم حلو عشان حتى لو الجبنه الكريم ليها طعم او اي حاجه بالليمون بيخلي ريحتها تروح، او ممكن بدل الليمون نستعيد عنها ونحط فانيليا. زي ما احنا شايفين كده ابتدى القوام بتاعها يمسك علشان نزين بيها. الو، معانا ايمان. الو الو الو، مساء الخير. الو الو، مساء الخير، ازيك استاذه ايمان؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت منورانا، الله يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. انت بتتكلمينا منين يا استاذه ايمان؟ الدقهليه. اهل يا احسن ناس، ناس الدقهليه، اهلا بيك، انت منورانا، الله يخليك حبيبه قلبي. تأمريني باي سؤال؟ كنت عايزه اطلب بس منك بلح الشام. من عينيا يا حبيبتي اقول لك بلح الشام. والله احنا بيجي لنا اسئله كثيره جدا، بس احنا بنبقى مرتبطين بالوقت. انا ان شاء الله اول ما اخلص هقول للاستاذ حسن الكانيلوني واقول لحضرتك بلح الشام من عينيا الاثنين، وهقول برضو ام علي يا جماعه لو احنا ما عرفناش نتواصل او ما سمعتوش مثلا مني الوصفه، احنا على الفيسبوك بتاع الخاص بقناه الحياه، احنا كل ما قدرنا بتنزل كل يوم ست ستات على بعد كل حلقه بتنزل المقادير، وهنا ممكن احنا ننزل كل المقادير ونتواصل معاكم برضو من خلال قناه الحياه. زي ما احنا شفنا، احنا جبنا الكريم بتاعنا، كريمه خفيفه وجميله جدا وما فيهاش زبده ومش تقيله، حطيناها كده مع بعض وبنحاول بس ايه نخلي شكلها جميل. انا بقطع في خطوط مستقيمه علشان القطعه تبقى في حته كامله ونازله فوقيها الوردات بتاعتنا. تمام، زي ما احنا شايفين كده اهو، وهنجيب عين الجمل بتاعنا وهنرشه على الوش، يدي طعم جميل ومغذي جدا جدا اهو.